ما معنى قراءة أو سماع سورة المائدة والأنعام والأعراف والأنفال في الحلم؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذه الحلقة. بسم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في الله في هذه السلسلة المباركة بعنوان معاني سور القرآن الكريم في الحلم. ووقفنا في الحلقة السابقة عن معنى سورة النساء، واليوم نبدأ مع سورة المائدة. سورة المائدة هي سورة مدنية نزلت في المدينة المنورة. من يراها أو يسمعها أو يقرأها في حلمه يبشر إن شاء الله بعلو شأنه وزيادة إيمانه وورعه وبكثرة رزقه إن شاء الله، ويأتيه أبواب الرزق من كل حدب وصوب، فلربما عمل جديد أو رزق جديد أو باب سفر يفتح أو زواج لمن كان يطلب الزواج. فرؤيتها في الحلم هي رؤية عظيمة وبشارة عظيمة لمن يرى الرؤية. سورة الأنعام هي سورة مكية نزلت في مكة. من يراها أو يقرأها أو يسمعها في حلمه هي بشارة عظيمة له، بشارة بكثرة رزقه، بشارة بتنوع رزقه، وبشارة بأن الملك والخير والرزق يأتيه من كل حدب وصوب، فلربما ينال إرث أو ربما يفتح له باب عمل جديد يجلب له المال الكثير. فرؤية سورة الأنعام تبشر بالرزق الواسع المبارك إن شاء الله. سورة الأعراف هي سورة مكية نزلت في مكة. من يراها أو يسمعها أو يقرأها في الحلم سيزور مصر وخاصة طور سيناء. وأيضا سورة الأعراف تبشر بنصرك على أعداء لك، فهي سورة مباركة لمن يراها في الحلم. سورة الأنفال هي سورة مدنية. من يراها أو يقرأها أو يسمعها يغنم من أعدائه، يكون عنده أعداء ولكن يرزقه الله عز وجل النصر عليهم والغنيمة منهم، وسينصرك الله عليهم إن شاء الله. هذا والله وحده أعلم، وانتظرونا في الحلقة القادمة ومع سور جديدة من القرآن ومعانيها في الحلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهله ومن أهل القرآن وخصته. أسأل الله أن يغنينا ويغنيكم بالحلال، ويعطينا بالحلال، ويرزقنا بالحلال، وينصرنا ويحقق أمانينا برحمته، وهو أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.